السلام عليكم ورحمة الله. الحب عند الناس أكثر من الرحمة. الناس يحبون بعض بقوة وبكثرة، منهم الهووية ومنهم العشاق ومنهم مدري وشو، اللي يحب مرته واللي يحب عياله واللي يحب، الحب عندهم قوي جدا. لكن الرحمة شوي، ما كل حبي بالرحومة، ما كل محب عنده رحمة. لا، الرومانسية واجد، لكن الرحمة في قلوبهم قد تكون معدومة. باختصار، ما كل من أحبك عنده استعداد إنه يرحمك. يعني هذا موضوع آخر، الرحمة من رب العالمين والهوى من الشيطان. ليلى بقول لكم سالفة ما لها علاقة بالمقدمة. المقدمة طرت على بالي أول ما قررت إني أسلم. سالفتنا الليلة سالفة حلوة وجميلة. ده شاب خلص الجامعة ودور وظيفة وما لقى، وقرر إنه يكمل الماجستير. خلص ودور وظيفة أيضا ما لقى، جت له وظيفة بعيدة عنه وعنها في مكان بعيد بالحيل، واضطر إنه يأخذها وصار يسافر يروح ويجي لأجل هالوظيفة. ومن خوينا قرر إنه يأخذ الوظيفة وأصبح يروح ويجي، وأظنه تزوج وبلش بعمره من هالمشاوير، يبي هال، يبي أمه، يبي جماعته، يبي ربعه، ودي لديك ما له فيها أحد. رجال الأمور المادية على قدها، يدوبك على ما قاله، بينما أبوه يعني نوعا ما أفضل. ويوم من الأيام جاء يم هله كالعادة، ويوم أنه جاء له والله قدام البيت مجموعة فلل حول ما تشطب، ما شاء الله شيء يهول، أدوار مقسومات أدوار ولها مداخل ولها أبواب زينة، وقدامهم واقف وقبال المسجد اللي جنبهم، وهو أصلا إلى منه صلى بالمسجد أحيانا يقدمونه يصلي، وأحيانا يبتسل ويأذن بالمسجد بس عندهم، ويتقهوى معها ويسولف العلمة بعلومه. وأثناء هذه أذن الظهر. يوم أذن قال لأمه، يما تكفي طلبت. قالت وش تبي؟ قال أبي تدعين الله إنه يرزقني بدور من الفلل اللي قبالنا. تكفين يما إن الله يرزقني سكن، أبي جنبكم ومدري وش. قالت وين وينك وين هالمساكن يا ولدي؟ هذول يقولون الدور بيأجلونه ب50,000، وانت وش عندك انت؟ وبعدين وظيفتك في قريح، وشلون تبي تنقل وشلون؟ قال انا ما بيت تكفين الا تدعين، بس ادعي الحين يا امه، والله ان شاء الله انه بييسر لي، تكفين ادعي. ما شاء الله عليه، استغل وقت الاجابه ما بين الاذان والاقامه. العجيز استقبلت القبلة ودعت، ويبدو انه وافقت ساعه اجابه. سبحان الله العظيم، الاخ نزل يصلي كالعاده وما أدري قدمه ولا شيء من هذا القبيل. المهم خلص صلاته وصلى من المغرب أو العشاء شيء من هذا القبيل، يمكن يعني في نفس اليوم مشاهده الأمر. كلمه المؤذن الحقه وكلمه، قال يا فلان يا فلان. قال سم. قال الإمام ترك الوظيفة، إمام المسجد. قال وإذا ترك؟ قال في سكن عندنا هنا دور يهود عاشفه، تعال خذه وقدم انت على الوظيفة، جماعة المسجد كلهم يبونك. الدعوة سبحان الله كانت في الظهر، والإجابة أظن والله العالم أنها في نفس اليوم بعد العشاء. المهم أن المؤذن قام وقدمه للجماعة وقبلوه، وقدمه على طلب وظيفته تنقل، وتيسرت أموره ونقل جنب هاله وسكن في الدور، في دورنا المرة دي ببلاش وبدافعين 50,000. يعني رزقها الله سكنا ببلاش وراتب وإمامة مسجد وجيرة أهله. سبحان الله العظيم، ربك إلى من أعطى أدهش. عليكم بر الوالدين، تحرموا وقيت الإجابة، وأقبلوا على الله وألحوا عليه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا قوم الكافرون. أبشروا بالخير. السلام عليكم.